وادعي لهم في بيت الله، وادعي لهم في بيت الله ان الله يهديهم. اللي والغيري يفكون العرب من القال والقيل والرمسات القاصة والشيء اللي ما له معنى والشيء اللي يغث الخاطر، يغثني ويغث غيري بعد. اي نعم السلام. بس بنربس خلاف اعطيني امكانيه رمس ولا شيء، طيران طاير بطير ان شاء الله على طيران الاتحاد ذهابا وايابا. سيارتي الحين الساعه 11:45 دقيقه الاقلاع الى جده، وييت بكره ان شاء الله الساعه 3 اذا الله راد. ان شاء الله ان بكره فطوري في بيتي عند عيالي مدينه محمد بن زايد الغالي بقعتي. السيره وسببها وعلمها وخبرها، منو بيشارك منو بييلس، شو الموضوع هذا كله اليوم. اليوم الحين وانا في المطار بعد عليكم هذا الموضوع، ابدا دق الحديد وحامي. إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله بتكون تغطية مطابخ أكسينة في معرض أكسينة في جدة اليوم إن شاء الله. بيكون موجود فنان الكويت المميز المعروف الله يبارك فيه أبو داود سليمان القصار، ونهى نبيل وبيبي عبد المحسن من الكويت، نهى نبيل وبيبي عبد المحسن من الكويت، وسليمان القصار من الكويت، وهشام لدويش من السعوديه، وخالد الخالدي من عندكم. زين ان شاء الله هالاجتماع بيكون هناك، وبيكون الجلسه في معرض اكسينا للمطابخ الالمانيه، بيكون مأدبه سحور، والطبخ راح يكون في معدات أكسينة للمطابخ، واللي بيطبخ سليمان قصار، واللي بناكل نحل. شكرا. نرويكم الخصومات اللي مستوي بمناسبة شهر رمضان مسويتنا أكسينة، وبنرويكم شو جديد أكسينة، شو الجديد المتوفر عندهم حاليا، وشو العروض اللي عندهم، شو أخبارهم، كل شيء كل شيء بنرويكم إياه إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحين. مرزوق بالسبران كيف حالك؟ بخير عليك بخير. صديق قديم قديم اي نعم، هذا من اللي تأسست الجوازات على يديهم. هو بن خصيف؟ لا بن خصيف قبلي. قبلك بوايد؟ ايه انا مع محمد بن بدر الهاملي. ايوه أيوة. ما شاء الله عليك الله يسلمك. كم من سنه كم خدم في الجوازات؟ والله اراوند تقريبا 28 سنه. مرزوق سبران اراوند يعني تركبت شو هيك الاسم؟ لا الاسم يعني مرزوق سبران اراوند ما يستوي بارك الله فيك. 28 تقريبا. ايه تقريبا. 28 تبارك الله. الله يحفظك. الله يشكرك. مشكور وفرحت بشوفك. جزاك الله خير. سير العمره ابو محمد. نعم نعم. انا باكر ان شاء الله. الله يسر امورك ان شاء الله. الحمد لله واحد لحد. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على شوفك انك بخير وسهاله. انا افرح يوم اشوف حد من صدقائنا الابويين. وانا والله هذه بخير. يظهر الماء يوم يدش. قول ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن تختب انت. عين عليك بارك. دش. قول طال عمرك حق منو تبعت الرساله هذه؟ علي بن غانم بن حموده. بن حموده اي الظاهري. اي ظاهري نعم. وانت عياس تسجل له هذا على اساس انك تخبره. نعم. اللي تلاج جيتك حتى التلهوم طلع يجلب. ما يجلب هذا جلب. جلب عين؟ هذا انت اللي ظاهري في تلهونك؟ اي ما زين تبارك الرحمن. نعم بس انت ماذا ما اقول لك، قول لي رمس انت، قول لي جاسم بن سالم ما اعرفني. اي جاسم بن سالم. نعم. اي ما شاء الله عليك. ويسال عمرها؟ سال عمرها نعم. الله يتقبل ان شاء الله، الله يتقبل منا ومن صاحب الاعمال ويحافظك ويبارك فيك ويطرح فيك البركه. مرحبا والله. ان شاء الله الطياره منزوره لين عينها كلها معتمرين. والله سخر السنه طيران الاتحاد للمسلمين اللي في العيد، اللي في العين، العين ما حاش حوشه في العشر الاواخر ابوي بترومون تسيرون ان شاء الله اذا الله راد العمره، تعتمرون في العشر الاواخر من مطار العين الدولي ان شاء الله. الكل السكان العين، كل سكان مدينة العين الجميلة بإمكانهم يسيرون العمرة يوميا رحلات من مطار العين الدولي إلى مطار جدة الدولي يوميا، شيء رحلة بالعشر الأواخر عدة رحلات بعد. بالتوفيق. شكرا طيران الاتحاد على ما تقدمونه لخدمة المجتمع. دكتور محمد يليبي كيف حالك؟ قبل الله طاعتكم إن شاء الله، حابكم يسر أموركم وسهل عليكم يا رب العالمين. حابكم
هبل له صوره صوره وفيديو ويا المعتمرين يا الله يحفظه وعمرك وعمرك هالرجال من الله عليه ولد خالته ما شاء الله عليك ما شاء الله الشبه مستخبلين الله يطول عمرك الله يحفظكم عمرة المقبول تقبل الله طاعتكم ان شاء الله الله ييسر اموركم الف لا باس عليكم ابراهيم مهندس منهل كيف حالك الحمد لله على السلامه يا مرحبا اخيرا وصلنا جده الحمد لله الله عليك هذه يقولون عنها جده ارض الرخاء والشده هذه البلاد اللي شوف الخدمات شوف كل شيء تمام الحمد لله شفت يعني لو 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 متوظف في مليار شخص استحاله يقدرون يؤدون خدمات للكم الهائل اللي يجيهم هذا سبحان الله على الله ياجع نعم انه يعني السعوديه لو تحط مليار ادمي يخدم الضيوف اللي يجونهم ضيوف الرحمن ما اتوقع انه يقدرون يعني شيء ضغط هائل سبحان الله لكن ما شاء الله تبارك الرحمن السعوديه المملكه قد وكفو من استوت الدنيا وهي قد وكفو وان شاء الله لين تقوم ناقه صالح وهي قدها وقدود الله يحفظها من دار يحفظ حكامها وحفظ القائمين على امنها وامانها بلاد المسلمين اجمعين طبيعي نحن مثل ما تعرفون في ضيافه شركه اكسينا للمطابخ الالمانيه اللي جيناهم قبل سنه في دوزلدورف في المانيا والحين ان شاء الله المعرض راح يكون في معرض جده اليوم مع مجموعه من رواد التواصل الاجتماعي منهم ابو داوود او على في القمه قمه الهرم الله يحفظه ابو داوود سليمان القصار ونهى نبيل وبيبي عبد المحسن والاخ الفاضل المرموق المميز هشام الهويش ومكلمكم من دولة الامارات خالد احمد عبد الله الخالدي والاخ العزيز مهندس الابن البار مهندس ابراهيم مهندس منهل الله يسلمك نعم ونحن حينيين شلت السيارة أبو مشتلين ويا الرجال الرجال سلام عليك كل سنة وانت طيب الله يحافظك بارك فيك شو اسمه فندق أنا نحلي سارين له لسه ما صار يحب ما تعرفه يا عثرتنا الفندق اللي بنسكن فيه اسمها موفنبيك جدة زين وبعيد مو في اثنين موفنبيك بس بتأكد هي موفنبيك بعد كذا واحد هم من بنبيك ثلاثة والله عثرتنا الله الله فينا أبوي المراد عثر أبوي مايو بالجماعة لين الساعة واحدة اثنتين اثنعشر العلم عند الله يوم بيعدين أبوي خلاف أنا جيرنا سيارة جمس من هالجمسيات المبروكات اللي أبوي زاغ الريح وي ها ولا عنا مكة ولا عنهم خاطي بيت الله بنعتمر وان شاء الله ان بنصلي الفجر وبنرد يال بنريح لنا ساعة ساعتين والساعة واحدة ان شاء الله ان نحن في مطار جدة وفطورنا اذا الله جعلنا من الحيين بيكون في عاصمة الحبيبة ابو ظبي دار الظبي ولا عنها صبر يا رب طلع موفنبيك اللي في منطقة التحلية اللي في التحلية موفنبيك اللي في التحلية وان شاء الله بنمسي مسانا ويوم بيعدي لنا الساعة تسع التراويح موعدنا في معرض أكسينا للمطابخ اللي في جدة معرضهم الرئيسي العود وهناك بيكون سليمان داوود بيطبخ أبوي في المطابخ روح مال أكسينا وبيكون أبوي تغطية علني عن الأكل والعلم والخبر وبنشوف شو جديد مطابخ أكسينا وشو العروض اللي عندهم وشو التخفيضات ولمدة كم وكم بالمية أنا كل بنوافيكم أنا أول من الحين إلى هاك الوقت أن يترمس وأن يحديث وأن يعلم ولا خبر بنوافيكم بكل ما هو جديد شكرا جزيلا أسعد عليكم ممر هذا الممر اللي يؤدي إلى غرفة في الدور الأرضي ألوانه جميلة وهذا سكني هنا مرة على الحوض أطول أول ما تطليك الله يسكن الحمام يظل هذا وي 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 وي
ابراهيم عطوف الدور الثالث وانا في الدور الارضي. ما ادري كم يقولوا سكوير ما وايد عاد حقهم سكوير قال ما ادري كم سكوير كم متر. مطلع على وين ترى سليم القصار عدالي ما ادري في حجرته كان عدالي قالوا لي قوم بيبي وهاي كلها هنا تحت جميل وفنان ورقم واحد وبس. الحين بيجون يشلون شنطة منهل بيودونها حجرة فوق ياسين سووا لها ما ادري شو قالوا خمس دقايق بتنسها بالغرفة وبنريح بنعيمنا الله خير وبنيلس ان شاء الله بنيلس شي ساعة ساعتين بنفطر فطورنا بيكون الحين عندهم الساعة 4 5 6 7 الفطور باجت له فجات له 3 ساعات ومن عقب ما نفطر بنتيامع بنريح وعندك هدونك بنصلي تراويح بشلنا المواتر جدال معرض أكسينا إن شاء الله وخلاص بنربس أني ترمس ولا يعني موضوع ولا علم ولا خبر واصل بتحيدوني يلا بسد لينا لا تجي حد يلا أنا بعد أحتاج مواد بخور سويدة مدخل ديك أسود كامل ويا حب الله ما يأذن يكون كافر ولون أظافر مالك اصطناعي وبشرط ما يشرب ماي إلا ماي كنديشن ودهن ثوابه مال خالد الخالدي طم. طريقة خالد الخالدي في الفقاع احنا نقول لها القيميات هذا ابوي سليمان هذا سليمان القصار مثل ما تشوفونه بدمه ولحمه وشحمه وطوله وعرضه ترى اليوم تشوفوني يطيح علي يمبي وهو راقد ماش قايل ترى ابوي ها كله تمثيل الرجال ابوي يدفع في صدر محمل بخير وسهاله هي تبارك الرحمن رقم واحد ولا عليه باس تبارك الرحمن يسلمك حبيبي يعني الله يحفظك ان شاء الله اليوم بتشوفون ابوي بث مباشر من مدينه جده مدينه الارض الرخاء والشده ان شاء الله بنكون في ضيافه مطابخ أكسينا وبتشوفون ان شاء الله مجموعه كبيره من رواد التواصل الاجتماعي وعلى راس الهرم تبارك الرحمن ابو داوود الله يحفظه لا خلينا منه يعني الله يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله والحين بنزلكم بعد حساب ابو داوود عسب بس تتاكدون روحكم من لسانه وطريقه شرحه روحه الشيقه روحه شرحه يبوكم يبيع ويشتري ب 40 ادم شراتي من مصنعهم ابوي في ديزلدورف الى شوروم مالهم اللي في مدينه جده وهذاك سليمان اول الحاضرين ما شاء الله عليه وانت ريا الجماعه دحين يوصلون بيدخل اليوتيوب وبيدخل وبيشوف زيارتي لديزلدورف الالمانيه جينا جلسنا ما يقارب 5 أيام زرنا أكبر مصنع في العالم والشركة أكسينا وحدة من أكبر 5 شركات عالمية توجد على مستوى الكرة الأرضية من حيث الجودة والهيفي ديوتي والموديلات وقوة التصنيع وكثرة التصنيع وقوة الانتشار خبرتهم تزيد عن 40 سنة عن 40 سنة خبرتهم تزيد. ماركة أكسينا ماركة عالمية بين وهي عبارة من وحدة من أحسن 5 شركات على مستوى العالم. لا يقل عن 3000 مطبخ إنتاج شركة أكسينا يوميا في المصنع. إذا أنتم علشان تتخيلون كمية التصنيع اللي ينتجه مصنع أكسينا اللي في ديزلدورف المصنع حجمه شفتوا يوم يقول لك شفتوا مدينة زايد الرياضية
اضربها باثنين. مدينة زايد الرياضية اضربها باثنين، هذا حجم المصنع، شيء مهول، شيء مهول. اظني 2 كيلو في 2 كيلو مساحة، سقف واحد، هذا سقف ناهيك عن الشوروم. الشوروم روحه ما ادري كم، 500 متر في 500 متر. صورنا جلسنا من الصبح لين المساء، ما قصينا الربع، نحن واللي كانوا يعني، وهذا كله موجود وموثق في على اليوتيوب. أخهم كلها ما في شيء بهبهو ولا شيء العادي، لا كله هيفي ديوتي، يعني لك وللزمن، مش لل يعني استعمال سنتين او ثلاث وتقول هذا يعني بنصير بنبدله ولا بنصير بنغيره، لا. انا شفت مطابخ على ما تشوفون من كم من يوم انا صورت لكم مطبخي اللي في بيتي في مدينه محمد بن زايد، شيء لا انا ما كنت اتوقع يوم من ايام الله اني بلقط مطبخ بهالجوده. يعني هالجوده الاول نحن نعرف ان المطابخ الستانلس ستيل والحديد ولا لا 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 هاي الين هن القويات، لا طلع المطابخ اللي ينهنمون اقوى عن هايلاك بلك 600 مره من حيث الجوده والنظافه ومتانه وصلابه التصنيع والجوده، الجوده في الماتيريال مال نوعيه الشيء المصنع منه المطبخ روحه. اي والله من دزلدورف لين الرياض لين حين جده، وكل ابوي في ضيافه اكسينا. وهذا ابو داود الله يحفظه ما شاء الله مجاب الجذور، يعلى الله يعافيه ويعفو عنه. اي نعم، لا بشيركم بيطير ورا باكر سائر امريكا، والله يا ابوكم غادي يطير على سعفه الله يحفظه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي البنت الفنانه الشطوره، والله مليون مرحبا مليون مرحبا 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 مرحبا. الله يحلي ايامك يا فرحت ان شاء الله. بيبي عبد المحسن اسمي، ما غلط ليه سماك هالاسم الغاوي؟ كيف عرفوا انك بتغنين بيبيه؟ انت بيبيه وفنان وكيوت، فعلا الله يحفظك. تبارك ابرك كم ساعه اشوفك يا بيبي. الله يحفظك. وين الفقع ابو داود؟ حطيناه عشان يفتح لنا الثلج. ايوه، ولا حد ابوي يقول بعد غفاز ابو غفاز. لا ابو داود يداني الغفاز ابدا، ولا انا داني الغفاز ولا حتى حد يداني الغفاز. هلا غفاز يوم حب يجيب لكم من الاكل هذا لا حد ياكله. الحين لو يقبل لو يزق الغفاز بيديه ما حد كلمي. اي والله عيبك الا كل يوم حد يطبخ ولابس قفاز. هذا قفاز حقك يعني علشان قدام التصوير بس بالصدق لا ما بي. هذا يخليك تنظر ايش يصير. الناس اشتاقوا للشارع. اي صح اشتاقوا له. طريقته وايد حلوه، جيبوا لي شيء فلان وانت بعد تنظر يجيبونها 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 بعدين فيها خساره ويقولون يبوا 200 هذا ما عليك يجيبونها. هشام لهويش لازم نطلع ما والله مليون مرحبا اخوي هشام. شكرك الله يحفظك. هني وصل. ثانك يو ثانك يو ابو ايش رفيقك سين الداعي. التصنيع والتجميع كله في المانيا، التصنيع والتجميع كله في المانيا في دوزلدورف. تحيدون وين صرنا هاك اليوم يا غير ابوي. الضمان 10 سنوات يعني لك وللزمن. يبلى البنادم بكبره ومطبخه ما يبلى، ايش رايك انت؟ يا رجال الله احسن من اللي هم يقولونه. انا مطبخي منهم ومطبخه منهم بعد. انت والله مسوي لك خصم ولا؟ اكيد طبعا. سكر سكر كلنا ابوي كلنا سوولنا الحمد لله جزاهم الله خير ما قصروا. ما عليك ريما متشرط يا ابو المشكلة عاد سووا لي انا كنت سويت المطبخ العود سووا لي خلاف المطبخ الصغير كم ما بصغير اربع بر والله افا يا حظك. يا ابو داود يا رك الله لا عسمتي امناك
لا عصمت يمناك ولا عدمناك يا ابو داوود. عمرك ابو خلود والله مليون وليس الدم. طبعا لي اقدم لكم حبيب قلبي ملك الطبخ والنفس. اسلم على القصر. اذا حضرتك عندكم شيء كانت موجودين اعطينا. طبعا ما مشارك يا سلام. اليوم مش تطبخ من طعام اليوم مسوي لكم. يا سلام وحس دجاج هذا. لا والله صدق ان شاء الله حبيبنا مشكور. لا خليت منك مشكور مشكور يا ابو داوود مشكور. اهلين 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 وسهلين من عقب الله يرحبك على فضله. والله مليون مرحبا مرحبا بسيده السناب كله مليون وليس الدن. نهى وين انت؟ ولهنا عليك. عندنا بك ابوي في دزلدورف. مازينك مازينك مازينك. والله مليون مرحبا ابوي ابو داوود. عطها ابوي قرقعان قرقعان هذا. الدسم تروعة على الريل. كل سنة لحركة جديدة أبو داوود. كل سنة كل سنة. يوم أقول لك كاشوفي يا عين شوفي. يوم أتي شركة عمرها 40 سنة وتجمع لك جميع المشاهير علنا على عينك يا شاري مثل ما يقولون. تعال وتطمش قدام يا هتلا وعالمه. كل سنة تجمعهم مرة ومرتين وثلاث وترويهم المنتج الجديد بكل ما تعني الكلمة من معنى وتراويهم صلابة الخدمة والأنواع الجديدة وتخلي الناس اللي متابعينهم يتفرجون ملايين مش آلاف ملايين تتفرج تشوف الناس تروي الناس وتروي متابعينهم كيف التصنيع الجديد إلى أي مدى وصلت صلابة الخشب وصلابة التصنيع والموديلات وكل شيء تشوفونه ما تلقطون له شبيه في الدنيا العودة. ها ها. ربخ البيبان الأولي وقف هذاك وطربي ودربي 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 ما شيء منه. ها تدفره لكن ها ما شيء ربخ. ربخ الأولي تحيدونه ما شيء. ها شوف ها هذا الدرج ها تحيدون ربخ الأولي ها بقوى ما عندي ها ما شيء. كاتم الصوت كاتم الصوت. لا حياة لمن تنادي تدور رضخة البيبان الأولية ما تلقطها لو تدورها بتفق. فلذلك يجمعون أبوي مشاهير من شرق الأرض ومغربها. شو لجله؟ لجل فقط يروون الناس الخدمة وصلابة التصنيع وشغلهم وعلمهم وخبرهم والزين كله. والله والله مليون مرحبا. إيه يا جدور أبو داوود تنبخ. اجدور ابو داوود تنبخ ما شاء الله عليه. شو هذا حبو داوود؟ ها صبار دقوس. دقوس طما دقوس وثوم وماء وملح وشكر. تبارك الرحمن. شكر لازم عشان يكسر حده الطماطم. والله وايد يعني ريحه جدر ريحه كذي زرب. ايوه شلون كاتشب كاتشب شلون نحط بالكيك نحط ذره ملح. هي سمعتوا دقوس طماط مال هالكويت لازم كسرت شكر ينحط فيه لان طماطنا مال الاول فيه شكر. طماطم الحين بلاستيك ما فيه طعم. عفان الله. هلا وغلا. هلا حبيبي عصام شو الجديد هني عندكم؟ هلا في عندك الدواليب الزجاج تاتش لمس فتح واغلاق. انا ما اخذت بها تون طايحات. هي طبعا كل الموديلات الموجوده جديد لكن هلا جديد عارضينها نحن عند الامارات. في عندك كمان دواليب بوش اوت بهذا الشكل ضغط. بالاضافه كمان في عندك حلول الزوايا اللي هي بتجي ماجيك كورنر الزاويه بتطلع بالكامل للخارج بهذا الشكل. ايوه طبعا هي عباره عن رفتين بتسكر كمان. هي هيدروليك بنفس الوقت
الابواب بالاجمال بشركتنا كلها هي عباره عن هيدروليك. نعم. حتى الادراج هي ميزه انه هي من الشركات ماركت ريتش الالمانيه العالميه اللي بتحمل وزن ل 120 كيلو قوه التحمل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بضغط هيدروليك عالي قد ما كان عمليه الضغط مرتفع فبترجع هي هي ميزه كثير حلوه. نعم كيف؟ اضافه درجه داخل درجه ضغطه بسيطه بتصير في تقسيمه اضافيه شو معالج السكاكين بمجرد الاغلاق بتتصل تلقائي مره ثانيه للدرج. ايوه بهذا الشكل. شكرا جزيلا. جديد قلت لي الثاني اللي عندكم؟ في عندي كمان الهيدروليك الطولي هو سعة تخزين كبيرة وحلول للتخزين. نعم. سهل جدا. كيف؟ في عندي مثل هيك للمواد الغذائية للبهارات هيدروليك في كامل تيجي بهذا الشكل. ايوه هي هذا كم الأول مهدور ضيع. طبعا هذا كله هلا صار في عندنا استفادة كلها بالشكل إجمالا هي هيدروليك. في ثلاث أجهزة هذا حل أيوة. رائع. مجرد فتحة الباب بيطلعوا السلال للخارج هتلاقي الأجهزة كلها موجودة سهلة. وحين يوم بتسكر الباب روح مجرد بس إغلاق الباب لوحده بترجع لنفسك. ما قواكم ما أقول عنك شيء. في كمان التخزين المواد البهارات اللي بتجي جنب الفرن سهولة استخدام قريبة اللي هي بتجي بهذا الشكل. أيوة. مجرد بس تفتح العلب تحط البهارات شيء قريب وخفيف وعمل. المخازن عندي غير اللي هي فيها الاكسسوار اللي بتكون عبارة عن أرفف خشب ممكن تتحكم فيها هي بتتحمل أوزان عالية جدا. كيف تتحكم في بالعلو يعني؟ هي حمالات حديد ستيل قوة التحمل. نعم. ممكن تتحكم بارتفاعاتها. نعم. بهذا الشكل هي تخزن فيها المواد الوزن عالي يعني. نعم. مثلا الحلل الثقيله البايركس ومتومه الازاز الكامل. نعم. نعم. حتى تتحمل اوزان عالي. بارك الله فيك. غير الاكسسوار اللي بالسله العاديه. نعم نعم شكرا جزيلا. ايش رايك الحين طباخكم الاول في مطبخك القديم إيه؟ ولا المطبخ الجديد؟ قولي الصدق خلالك من عندك غالي. المطبخ القديم ما اعرفه. قولي والله ما كنت والله ما كنت ادخل بس من سويت مطبخي لان المطبخ حلو فحبيت ادخل قمت اعزم ربعي قمت اطبخ بدينا اول شيء اشياء خفيفه بعدين لا مطبق وهالسوالف دخلتوا على التجيل. إيه؟ انا من كم من يوم اقول في خاطري ترى بناتنا كلهن يعرفن يطبخن الصغار والكبار كلهن يعرفن لكن تشجعوهن يبونهن شيء زين صح مدير ما بيدخلن مطبخ كله دخنات لا وعشاوير وصهاوير ما يبن البنيات فقاره هاي طلع اليوم ضاريات على شيء جميل وايد وناسه وايد حلو الطبخ شيء ممتع اليوم ترى هو كنا شيء يهدي النفس ما ادري كذي يونس يعني يبقى طمأنينه ثيرابي والله احبه سام شو الجهاز هذا تخبرني عنه؟ هذا الجهاز هو عباره عن مدخل يو اس بي للشاحن وبنفس الوقت هو عباره عن شاحن واي فاي مجرد تحط الجوال بيشحن تلقائي عليه اي جوال اي جوال فيه واي فاي ميزه الشاحن واي فاي هي. يشحن فيه على طول مره مالكن علته كل شيء يا بولكن اياه جماليه الالوان متانه التصنيع قوه المطابخ جارنتي لهن 10 سنوات في عندنا ميزه الشفر اللي بيجي بهذا الشكل بداخله ثلاث اكياس للكهرباء هذا مخصص لوضع اجهزه الكهربائيه للتصخين التوست الخلاط للتخزين الادوات الكهربائيه بشكل عام زين اقول لكم انا كيف شو اللي سويته انا من الاساس ترى في المطبخ عندنا في البيت مطبخ ترينه مطبخ تحضيري اللي هو داخل الفله والمطبخ العود الرئيسي زين المطبخ التحضيري انا حصل لي اني اركب من عندهم مطبخ فقلت في خاطري ليش انا اضيع الفرصه والله وركبت من عندهم قالوا لازم اني اول شيء ناخذ المقاسات يو وخذوا المقاسات عقب ما خذوا المقاسات قالوا تعال وبنجلس وياك جلست وياهم شو تبون شو ما تبون شو الارتفاع شو كم عدد الادراج كل شيء نباه قلنا لهم فصلوا لنا شيء
شيء يعني لا صار ولا استوى. على ما شفته كم مرة بمرة أصور في مطبخ التحضير، لكن الانتظار 3 شهور 90 يوم من بعد ما يشوفون المقاسات وتتنقى توقع لهم 90 يوم، ما يزيد يوم ولا يقصر يوم، يجيبون سامارك ويرتبون دو... لكن ضروري تعق المطبخ الأولي إذا كان مطبخ الجديد أو أنك بيت جديد. لكن نحن كان عندنا مطبخنا الأولي هذا التحضيري، وينا والله سوينا في منتهى الروعة، والله نعم في منتهى الروعة، شيء لا صار ولا استوى. شيء أنا الأول أتحراهن المطابخ هالصغار إنك يعني أدنات بدون يخربهن يتقرقعن تشوفن هالنمونة يصالقن، فتقول في خاطرك نحن وين مبار هالمطابخ، نحن مال المطابخ الرئيسية الأولية طلع لا طلع حيل، حتى أخير عن الأوليات، أخير عن الأوليات الغاط 10 يعني عمليات مش جايات انك مال مال هاي يخترب من ادنات الدوم من دق واخترب، لا ما يعول شغلهم بولايتي رقم 1. الحين هو يدريبك انك عندك مطبخ من اكسينه قلتول تدري عند مطبخ بلاد معتوبة اللي يطرونه يا زعفران الشامي على الخدود أرضوه إيه هذا هو هذا أبوي اللي يطرونه زعفران الشامي على الخدود أرضوه، هذا أبوي هو لا عصمت يمناك ولا عدمناك يا أبو داود، لا خلينا منك ريحة الطيبين اللي عمرك يا ابو إيه والله انت ايقونه الكويت سلمك نعم ايقونه ريحه الطيبين ريحه الجنه ابويا يا حبيب قلبي لا خلينا منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طلعت عليكم في ولا ماشي كثره باسم الغامدي مساك الله بالخير. احنا وين وليش جايين المكتب هذا ليش جايين؟ حياك الله، اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا ومسهلا فيك. اول شيء احنا في شركه تكسينا. نعم. شركه عالميه المانيه. نعم. مطابخنا جميعها تجمع وتصنع في المانيا. نعم. ومطابخنا جميعها خشب معالج مقاوم لعوامل التعريه. نعم. من مايا حراره رطوبه حشرات وخدوش، وعلى المطبخ كامل ضمان 10 سنوات. نعم. كامل. نعم. هذه هي الفكره المبدئيه الاولى على المطابخ الموجوده عندنا. واحد من احدى التصاميم اللي عندكم صحيح اللي هل يقول عن 3D صحيح زي. التصميم هذا خلال ربع ساعة مخلص لك التصميم، ندور تدور معانا تشوف الاكسسوارات اللي تعجبك الالوان اللي تعجبك، وفي اقل من ربع ساعة يكون جاهز قدامك 3D زي ما انت شايف. يعني انا يتح مطبخي خالي ما في الا السيراميك. حلو. اي عندك انت تشاور وياك انت كاستشاري ولا مهندس ولا يسمونه استشاري تقرر تقول انت مطبخك 4 أمتار في 4 او 3 في 2 اللي هو، فانت يكون في مقترح مني انا شو احتاج في بيتي. مجرد ان ناخذ معك دوره ما تاخذ 10 دقائق. نعم. تختار منها الالوان الاكسسوارات اللي في المطبخ الشكل اللي يعجبك. نعم. منها مسوي لك التصميم اللي موجود مثل هذا شو يعني عباره عن 4 اطوار. حلو. هذا عباره عن 3 جدران. نعم. اوكي. مساحه 4 في 4 في 5. نعم. منها نسوي لك انه اذا حاب زي اللي شايف الطوليه الطوليه ممكن تكون دالي طوليه موجوده في المطبخ. نعم. نضيف لك حتى تشوف ان المطبخ متكامل عندك، تشوف ايش المجلى والعيون والافران، هذه فكرتها. نعم. يوسف الغامدي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. خلاص الحين بخير انت؟ زين. ارجو الاجابه وبكل شفافيه، شو سبب جلب هالكم الهائل من المشاهير؟ شو السبب؟ السبب بسيط جدا، انه اخترنا النخبه من دول الخليج العربي. نعم. عشان ايش؟ يشوفوا الكواليتي الموجود عندنا. نعم. وبرضه انت ابو محمد سافرت معنا لالمانيا وزرت برضه معارض الكثير اللي في جده والرياض. نعم. والامارات. نعم. نعم. المانيا وشفت الجوده، وبرضه عشان ايش؟ ان نوري متابعينك الكواليتي الموجود عندنا. تبارك الرحمن. باسم الغامدي، شو المميز في أكسينا؟ المميز اللي يميزها دون عن غيرها. حلو سؤالك، ممتاز. أنا بخبري حلو يا أبو. المميز في أكسينا إنه إحنا نصمم لك، ونركب لك، ونهتم فيك، وبرضو عندنا خدمة ما بعد البيع لـ10 سنوات كاملة. ضمان. ضمان شامل.
كامل شامل 10 سنوات للمطبخ حقك. شكرا جزيلا اكسينا. عشت محمود هذا يوم يقول لك كل حبة على رأسه اليوم يقول لك كل حبة على رأسه هذا هو اللي يطرونه النذري كل حبة على رأسه متناقمات ما وحده منهن متراب ويا ربيعته بينهن مال ما جسم بينهن مال ما جسم العيش مو ملزق مقواش تعالي الحين كل كلامي هاللي قلته ما تستكي رايس هالرطينة كلها يا ربي سمعت بلعيك بداود رمستي هايت كلها حبوا بيها هنا العلاقة أنا أريدها حبوا بيها العلاقة حبوا بيها تدرون ريحة لا اسمتي داود ريحته بكبرة ريحته بكبرة فنان هذا هاي يسمونه المندازي ها هذا لمن هذا حق الغالين على فكرة ايوه وانت غالي لا خليت منك لا خليت منك الورد هذا يسمونه المندازي بالرايس كوكر بداود ما هو السر شلون اخلي العيش مثلا انه عندي بس ما عليك من تقول انك موجودين على زل الكم بس شيء خبر ابوي انزف الاهالي اماره الفجيره ومحاش حوشه بيفتحون أكسينة في مدينة الفجيرة في إمارة الفجيرة في فجيرة العز والكرامة في طريق الشيخ زايد هي نعم في طريق الشيخ زايد شيء معرض شروم طوله طول وعرض عرض يوم بتوقف في أوله ما تشوف آخره نعم معرض كامل خاص في أكسينة منتجاتهم أشياء جديدة لا صارت ولا استوت سيدة السنعة بنجد السيدة نبي نبي فقاعة بعد الاندماج التام ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ابو داود ما شاء الله لا خليت منك لا خليت منك يا ابو داود هذا المندازي هذا المندازي اللي يقولون عنها فوقه على دياي وفقع هذا روحي عاد من اكبر عزيز العمري مندازي خصوصي ايه تتحرين انت لا يعني ما زمن ها مندازي يعني كلمة قديمة هل تتداول ولا لا ما يندربها لا روح حياة تلقائيا واليوم يمكن تقولي يا نفسي يمكن تقولي يا نفسي انك سعيدة
سعيد يشهد على جديده 29 عام ضاعت وسط الزحام ليل ونهار وقلبي أصبح يحب الظلام واليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة يشهد على صدق قولي دقات قلبي الجديدة وانا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معاك واليوم في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معاك واليوم يمكن تقولي يا نفسي أدعى على صدق قولي دقات قلبي الجديدة محمود وداود شباب الله يجمع ما بيننا ان شاء الله في افتتاح اكسينا في الفجيره في شارع الشيخ زايد جريب يقولون جريب ويا العيد بعد العيد قبل العيد شيء من هالقبيل ايش رايك انت ادق علي هيك على طول ما دوب حزنك عبد الرحمن يا ابو داود وداعة الرحمن تصبحون على خير الله ييسر اموركم ويحفظكم محمود مع سلامة لا خليت منك يا محمود حبك ربك حبك ربك شوف على خير وتلاقي على خير ان شاء الله ان شاء الله ما ادق عليك انا ادق عليك يعلم ما ادق عليك هذه من المناظر اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه شيش البترول كثر ما هالزحمه كثر ما هو هذا الموضوع يميز السعوديه شيشه البترول شيش البترول تحس كأنك جالس في مدينة ما شيشة بترول قرية قرية يعني فيها أمة لا إله إلا الله وهذا نحن أنا أبو إبراهيم إبراهيم يلا نحن بسالي العمرة يلا دعونا أن الله يوصلنا بخير وسهل نحن تم محركين من جدة ان شاء الله وان شاء الله بنوصل وبندعي لكم كلكم كلكم مره دون استثناء ولا بحياتي جيت العمره ولقيت هالنمونة اوادم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله سبحان الله نبونا نحن نطوف
تحت ما ربنا نطوف تحت، طفنا تحت ثلاث مرات ما ربنا. حياتي ما تديت العمرة وقلت هالكثر أوادم ما ها ما تروم تمشي ما تروم ها شوف شو اللي وادم تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. نحن الحين نطوف فوق في الدور الأول بعد زحمة، هذا نحن كله في الطواف الحين، هاي تسعة لنا حينا. سبحان الله أبوي ما شاء الله ما شاء الله، هالمتابعات واحدة هنتين ثلاث أربع خمس أبو كلهن أبوي تبع خالد الخالدي ما شاء الله عليهم، وكلهن رواعي أبو ربيع الله يحفظهن، تقبل الله طاعتكن كلكن. آمين. تشلشن 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 ما لا هذا المسعى شوف الله عليك ما شاء الله، تحرم من ايام الحج تحرم من ايام الحج ما شاء الله تبارك الرحمن. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال العمره وخلصنا القبول عند الله سبحانه وتعالى، الله يجعلها قبول عمره مقبوله ومبروكه، والله يرزقنا ويرزقكم الذريه الصالح ويطرح البركه فيما رزقنا يا رب العالمين، يطرح لكم البركه كلكم ما بحدون عن الثاني، حتى اللي ما يدانوني رايح مش اسوي هذا، قايل انا بالدعاله ان الله يحفظهم ويهديهم ان شاء الله، بالاخص هاللي قبل شهر قرقر 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 وايد ان الله يهديهم ان شاء الله، ومسامحنكم من الفرش للعرش. زين شيخ عوش بنت شخبوط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المبارك عليك العمرة، قبل الله طاعتك يا ام احمد يعني الله يحفظك مبارك فيك، ليت الله كان عقب المغرب ايتي ايوه تقهوى عندك شرات العام تفاولنا هيك البال اللي ماشي شراتك في الدنيا العود، الله يحفظك ويطول بعمرك انت وحرماتك كلهن، سلام عليكم كلكم ما وحدة دون عن الثانية يا ربيعة شيخ عوش بنت شخبوط، مرة كلكم الذكور والإناث كل عند شيخ عوش من طبابيخ ومن دريولية من عمال ومن ساير ومن ياي من ربع ومن صدقان، سلام عليكم كلكم، وانت نبوي اللي هناك بعد اللي في الفنادق اللي هناك كلكم سلام عليكم كلكم بدون ذكر أسامي، ما تتوبل ما شاء الله عليكم العمرة عندكم تحرن هلا المرفع كل يوم ركضتن ما توبل عليه ما توبل، قو اللي في الدنيا كله فيكم ما شاء الله ما تعايزن عن أبوه هكثر قو فيكم قلت ما شاء الله عادل الفريج هذاك ولا الفريج هذا ما عليهم باس من الله عليهم بغاية بغاية والله العظيم هاي بقولك في النار وتلاعن عيزان والله ما في عيني قطرة كش يسوي خاطر يضحك يلا حين هذا دريول نهاك ترى هذا دريول